ماذا لو أمطرت؟ عليك الهروب من المطر ركضا أم مشيا؟ ماذا لو أمطرت السماء ولم يكن بحوزتك مظلة؟ فهل يجب عليك أن تركض لتخرج من مكان المطر بسرعة أم أن تخرج وأنت تمشي؟ بالتأكيد أن الركض سوف يجعلك تخرج بسرعة، ولكنه في الوقت ذاته سيعرضك لمواجهة المزيد من قطرات المطر على طول الطريق، وهنا بالضبط تكمن المعضلة. إن العلم يعطيك الإجابة لمعظم الحالات، اركض. يقول فرانكو بوتشي، أستاذ الهندسة في جامعة بريتشيا في إيطاليا، إن الركض بأسرع ما يمكن هو الطريق الأفضل عادة للتقليل من البلل. كما وأظهر بوتشي أن سرعة الانتقال الأمثل لتجنب المطر تختلف تباعا لنحولة الشخص، سرعة الرياح، حجم قطرات المطر، والزاوية بين الطريق واتجاه الريح. مجموعة معينة من هذه العوامل تعين سرعة الانتقال الأمثل، والتي قد تكون في بعض الأحيان أبطأ حتى من سباق العدو السريع. ولأخبار بي بي سي قال بوتشي، بشكل عام إن الحل الأفضل هو أن تركض بأسرع ما يمكن، ولكن ليس دائما، فإن كنت نحيلا فعلى الأرجح أن يكون هنالك سرعة مثلى، وإلا فمن الأفضل لك أن تركض بسرعة. والجدير بالذكر أن هنالك عدد قليل من الاستثناءات سهلة التحديد. الحالة الأولى هو إذا كانت الرياح تهب بجهة انتقالك، فعليك أن تحاول ما أمكن لتركض بنفس سرعة الرياح. تلك السرعة عندما تشعر بأقل نسبة من المطر والرياح بمواجهتك. الحالة الثانية إذا كانت الرياح تهب من وراء ظهرك بزاوية ما، فعليك أن تهرول أسرع قليلا مما تعتقد أنها تهب به، واعلم بأنه كلما زادت الزاوية من ورائك كلما كان عليك أن تسرع أكثر. تتبع حسابات بوتشي تقليدا طويلا للفيزيائيين في محاولة لمعالجة المشكلة المعقدة لاستراتيجيات الانتقال الأمثل أثناء هطول المطر، في حين أن الجهود السابقة كانت تميل لتبسيط المشكلة وبالتالي أنتجت إجابات بسيطة. كما ووصف بوتشي عمله بأنه يكشف عن مدى تعقيد معضلة المشي مقابلا مع الركض، وأن الإجابة ستصبح أكثر تعقيدا كلما ازداد أخذ عوامل الفيزيائيين بالحسبان. ولكن في العموم، بقدر ما كنت تشعر بالقلق في هذا الأمر، لا تمشي بل اركض لأقرب مكان تتجنب فيه البلل، واحمل مظلة في المرة القادمة.